بيلتقي منتخب مصر لكرة اليد منتخب السويد وديا اليوم في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024، ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد ودية تانية أمام المنتخب السويدي بعد غد قبل العودة للقاهرة والاستعداد للسفر إلى باريس. غادرت صباح اليوم بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال إلى فرنسا لخوض معسكر مغلق استعدادا لمنافسات أولمبياد باريس 2024. وتأهل منتخب رفع الأثقال إلى أولمبياد باريس بكل من اللاعبين كريم كحلة، عبد الرحمن محمد، سارة سمير، نعمة سيد وحليمة عبد العظيم.